كورونا فيروس او كوفيد 19 فيروس من اسرة الفيروسات الحيوانية اللي هي بتتنقل من الحيوانات او من الحشرات للانسان، وفي تقريبا 200 مرض من النوع ده. مشكلة الفيروس دوت ان لما انسان بيتصاب بيه او يتنقله من حيوان او من حشرة ان هو بيبقى سهل جدا ان هو يتنقل من انسان لانسان عن طريق الجهاز التنفسي او عن طريق الرذاذ، فشخص يقدر ينقله لشخص تاني بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وبعد كده ينقله لشخص تاني وهكذا، اللي هو بسرعة جدا يتفشى ويصبح وباء عالمي. والحقيقة ان مش دي اول مرة يحصل وباء عالمي، قبل كده كان في الطاعون لما اتنقل من الفئران لانسان، وبعد كده اتنقل من انسان لانسان وتفشى في العالم وقتل حوالي 50 مليون شخص. وبدايه القرن الماضي كان في الاسبانيش فلو او الانفلونزا الاسبانيه، برضه انتشرت في العالم وقتلت حوالي 100 مليون شخص. وفيروس كورونا على قد ما هو جه وانتشر في العالم وصاب ناس كتير وموت ناس كتير ووقف حال ناس اكتر، الى انه علمنا شويه حاجات. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن شويه حاجات اتعلمناها من فيروس كورونا. يلا بينا. اول حاجة اتعلمناها ان الانسان ضعيف فلا يغتر. كل اللي احنا عشناه واللي احنا عايشينه لسه لحد دلوقتي بسبب فيروس ضعيف ما بيتشافش بالعين المجردة اصلا، مخلي حوالي 7 مليار بني ادم على سطح الارض مهددين وعايشين في رعب ومهددين بان هم يتصابوا بيه في اي وقت وممكن يموتوا. وسبحان الله آلية عمل الفيروس ده مختلفة شوية. لما بيصيب خلايا الجسم بيصيب الخلية ويخلي الخلية بدل ما هي بتنتج بروتينات وحاجات مفيدة للجسم بيخليها تنتج الفيروس نفسه، فبالتالي الفيروس بيفضل يتكاثر بالخلية لحد ما الخلية نفسها تنفجر، وبعد ما بتنفجر بينتشر الفيروس ويصيب خلايا تانية وهكذا. المشكلة ان لما الفيروس بيوصل للجهاز التنفسي او للرئتين بيصيب خلايا الرئة وبيعمل تجلطات في الدم، وقبل ما يعمل تجلطات بالدم بيصيب الانسان بالكحة الناشفة اللي احنا بنشوفها وبيصيب الانسان بضيق في التنفس. فمجرد فيروس بسيط انت اصلا مش شايفه بعينك او ما بتشافش بالعين المجردة ممكن يصيب اي واحد فينا في اي وقت ويهدد حياته وممكن يموت فيها. سبحان الله برغم التقدم التكنولوجي اللي العالم كله عايشه واللي وصل له العلماء ان هم قدروا يطلعوا بره كوكب الارض اصلا ويروحوا على كواكب تانية، والتقدم التكنولوجي في كل المجالات، لانهم مش قادرين يخترعوا علاج او مصل للفيروس البسيط ده. فكل الناس اللي بتتغر وبتكابر بتكابروا عليه، مجرد فيروس بسيط ممكن يصيبك في اي وقت من الاوقات وينيمك في البيت وتموت فيها، مش مستاهله كل الكلام دوت. رساله جديده من الفيروس انك لازم تتواضع. تاني حاجه اتعلمناها من الفيروس ده ان مصيرنا كلنا واحد، او من الاخر العالم ده كله اوضه وصاله. فمجرد واحد في اخر بلاد الله في الصين في مدينه صغيره ما كناش نسمع عنها اسمها ووهان، في احد الاسواق هناك اكل خفاش اتصاب بفيروس اتنقل من الحيوان او من الخفاش للانسان دوت، فنقله لكل الناس حواليه، فبالتالي انتشر في العالم كله برغم الاحتياطات اللي كل الدول خدتها لانه سرعه انتقاله كانت سريعه جدا وصاب كتير من الناس وقتل الاف الناس لحد دلوقتي ولسه مستمر الكلام ده. فما تقولش بقى الحاجه اللي انا هعملها دي عاديه ممكن ما تصيبش حد، لا انت حر ما لم تضر، طالما الحاجه اللي هتعملها هتضر حد تاني فبلاش منها، لان مصير الناس كلها على الكوكب مصيرهم واحد. يعني الفيروس ده دلوقتي خرب بيوت ناس كتير، واحد كان خفاش هناك في اخر بلاد ده كان سبب من الاسباب ان هو دلوقتي قفل شركات وناس قعدت في بيوتها وناس خسرت وظايفها وناس خسرت فلوسها ووقف حال البشريه كلها. فمن الاخر العالم كله اوضه وصاله ومصيرنا كلنا واحد. لا تألف النعمة، دي تالت حاجة اتعلمناها، انك لا تألف النعمة. وللأسف كلنا ألفنا النعمة او اتعودنا عليها وبقت حاجة من مسلمات الحياة او حاجة بديهية، لا اتعودنا على وجودها دايما في حياتنا، بس دايما الحاجات دي في وقت الأوقات لما بتتاخد منك او بتخسرها بتحس فعلا بقيمتها. وان كانت حتى نعم بسيطة زي مثلا انك تنزل تتمشى في الشارع في اي وقت، انك تروح البيت تقعد مع اهلك واصحابك وتسلم عليهم، نفسك كفتك تنزل تاكل في مطعم تنزل تاكل، انك تسافر في اي وقت نفسك تسافر فيه، كل الحاجات دي ما حسيناش بقيمتها او بقيمة النعم اللي ربنا ادهلنا دي غير لما اتحرمنا منها في فترة الحظر وفترة القعدة في البيت اللي احنا كنا قاعدينها الفترة اللي فاتت. في مقولة عظيمة بتقول ان النعم وحشية فقيدوها بالشكر، في حياة كل واحد مننا ملايين من نعم ربنا عليه، وان كان هو بيعتبرها ان دي نعم عادية، زي نعمة الصحة، نعمة الاهل، نعمة الاكل والشرب، نعمة السفر، نعمة الصحاب، نعمة انك تتمشى في الشارع، كل دي من نعم ربنا عليك، فدايما وابدا قدر نعمة ربنا عليك ودائما وابدا الحمد لله على كل حال. ويمكن برضو من اكتر الحاجات اللي اتعلمناها في الفترة اللي فاتت هو الصبر،
انك لازم تكون صبور، ودايما لازم تتوقع الاحسن، لان وقود الصبر هو التفاؤل. لازم دايما تكون متفائل. مش معنى كده انك تكبر دماغك وما تقلقش والكلام ده، لا، القلق في اوقات كتيره بيكون حاجه كويسه. القلق اللي يخليك تخاف انك تتصاب من مرض معين مثلا، فيخليك طول الوقت بتغسل ايدك، يخليك طول الوقت ما تخرجش غير لما تلبس كمامه، لما تنزل تتمشى في الشارع تسيب مسافه، لما تتعامل مع اي حد في الشارع في اي مكان تسيب مسافه كافيه بينك وبينه. القلق ده كويس، بس ما تخليش القلق ده يزيد عندك ويأثر عليك ويتحول لخوف واكتئاب وتشاؤم. دايما خلي عندك يقين في ربنا ان دي فترة وهتعدي، وازمة ان شاء الله وهتعدي، ودايما الحياة هترجع لطبيعتها، واللي جاي ان شاء الله احسن من اللي كان. فان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا يا رب، ويحفظ اهلنا كلهم، ويعدي الفترة دي على خير، وان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله تبقى احسن بكتير من اللي فات. يمكن اخر حاجة تعلمناها انك لازم يا صاحبي لازم 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 تحوش، لازم تشيل قرش على جنب، لازم تشيل قرش ينفعك في يوم زنقة، وزي ما بيقولوا القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. يمكن الفيروس ده لما جه ولما انتشر في العالم حصل حاجة زي تجميد للوضع الاقتصادي، شركات كتيرة قفلت، ناس كتيرة خسرت وظائفها، ناس كتيرة خسرت فلوسها، ناس كانت فاتحة مشاريع وقفلت، المحلات والمطاعم وكل الحاجات دي قفلت. فاحنا دلوقتي عندنا مشكلة، مشكلتنا في ايه؟ اننا مش عاملين حساب ان في يوم من الايام الحال هيقف خالص، وتبقى انت قاعد في بيتك محتاج ان يكون معاك فلوس عشان تقدر تصرف منها. فده اللي اتعلمناه اخيرا، انك لازم لازم تحوش، لازم تخلي معاك قرش على جنب ينفعك يا صاحبي في يوم الزنقة. كورونا هيعدي ان شاء الله، هيعدي الحياة هترجع لطبيعتها، بس محدش فينا عارف ممكن يحصل ايه تاني، ممكن يحصل وباء عالمي تاني لا قدر الله، ممكن يجي فيروس جديد، ممكن يحصل اي حاجه، يحصل تجميد للوضع الاقتصادي تاني، نتحط في نفس الموقف تاني. فلازم نكون عاملين حسابنا، ولازم نتعلم من الدرس ده، ولازم نحوش ونخلي قرش على جنب ينفعنا ان شاء الله في وقت تاني. خلصت الموضوع ان الازمه اللي احنا عشناها ما ينفعش تعدي عليك كده، لازم تكون اتعلمت منها حاجه مفيده. فيروس كورونا على قد ما جه وقتل آلاف الناس على كوكب الأرض، لأنه جه عشان يعلمنا شوية حاجات ما كناش واخدين بالنا منها. أول حاجة إنك ما تكونش إنسان مغرور أو تتكبر على الناس، لازم تكون إنسان متواضع، لأن مهما كان الإنسان فهو إنسان ضعيف، في الآخر حتة فيروس ما بتشافش بالعين المجردة ممكن يرقدك في البيت وينيمك وتموت. لازم تتعلم الصبر، لازم تكون انسان صبور، والاهم من انك تصبر انك دايما تكون متفائل وعندك يقين وايمان بربنا ان دايما اللي جاي احسن، ودايما بيجي بعد العسر يسر. لازم تحوش وتعمل حساب اليوم اللي هتتزنق فيه، لازم يكون معاك قرش ابيض ينفعك في يوم الاسود. لازم ما تقلفش وما تتعودش على نعم ربنا عليك، حتى وان كانت نعم بسيطة زي ما قلنا، نعمة اهلك، نعمة صحابك، نعمة الخروج من البيت، نعمة السفر، نعمة الاكل، نعمة الشرب، نعمة الصبر، نعمة النوم، نعمة الصحة، نعمة المال، كل دي نعم ربنا، بس احنا تعودنا في حياتنا انها تكون من مسلمات الحياة وحاجة طبيعية. لا بالعكس، لازم نحمد ربنا عليها، ولازم نشكر ربنا دايما، وزي ما قلنا ان النعم وحشية فقيدوها بالشكر، فدائما وابدا الحمد لله على كل حال. لو عجبك الفيديو ده ممكن تعمل لايك، ممكن تعمل شير عشان صحابك يشوفوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.